شكر عميق كبير جدا ليكوا على الشكل المشرف اللي طلعنا بيه، على المسج اللي اتكلمنا فيها من اول يوم وانعكست النهارده في كل واحد من التيم، سواء في الديديكيشن، في شكل التعامل مع العميل، في ادراكه للمشروع، في الدايمنشنز اللي اتكلمنا فيها كلها. انا اقدر اقول النهارده وانا في منتهى الثقه، زي ما اورك بلان كونسلتنج از ويل استابليشد فيرم، ارك بلان ديفلوبمنت النهارده از ويل استابليشد كومباني. ان شاء الله ده كارت التعارف لينا، وده بدايه دخولنا لسوق ان شاء الله. النهارده كان يوم اكثر من رائع، وبجد انا بشكر الاداره اللي خلتنا ننزل بشكل مختلف، وشكرا للباك اوفيس اللي في ارك بلان اللي طالع عينه تحت بيقفل العقود. انا فخور بيكو، احنا كلنا مبسوطين ان احنا شغالين في شركه كبيره زي ارك بلان، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنحقق اكتر من كده بكتير. وانا مبسوط جدا 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 وانا معاكم، الف شكر على تعبكم ومجهودكم الفتره دي. فريق فعلا طلع الشركه بشكل مشرف، والعميل النهارده حس ان هو فعلا بيتعامل مع نوعيه مختلفه من البياعين اللي متعود عليهم في الديفلوبرز في سوق العاصمه. وبحب اشكرهم على مجهودهم الكبير والفتره اللي فاتت والتحضير والتجهيزات، والحمد لله ربنا اكرمهم وكلل ده بالنجاح ان شاء الله النهارده. وده كان متهيألي باين النهارده في التسكين لكل الناس اللي حضرت معانا والعملاء اللي حضروا معانا والبروكرز. التيم فعلا كان ايجر ان كل الناس تاخد حقها، ان الدنيا تمشي فير. فانا لازم اشكر كل فرد في شركه ارك بلان كونسلتنج وارك بلان ديفلوبمنت على كل شيء حصل وكل شيء تم في الفتره اللي فاتت واللي جايه.